كاباكورا، هل كانت كلها تبعه من ياماتاي؟ أريد الحقيبة فحسب، هذا كل شيء. وجدتها. جيد، علي أن أعيدها إلى الرف. فلنقم بتوصيل الجهاز. روث، لا بأس بذلك. كيف أمكنك أن تتعلم القيام بشيء كهذا؟ مناوبة ليلية في ناين بيلز، فالذئب لا يتفوق على زجاجة مكسورة. هاي، لقد انتهيت. عمل جيد. إذن الهدف هو نقل ذلك إلى أعلى البرج اللاسلكي. ذلك سيمنحنا أفضل لقطة إرسال لإشارة قوية في مختلف الجهات. اسمعي لارا، علينا إرسال نداء لاستغاثة ذاك، ولن نتمكن من التسلق قريبا. نعم، كنت أخشى أن تقول ذلك.
يمكنك أن تفعلي ذلك، ففي النهاية أنت من آلي كرافت. لست من ذلك النوع من آلي كرافت. بالتأكيد أنت كذلك، لكنك لا تعرفين هذا بعد. فلنتمنى أن أتعلم سريعا. لارا، احترسي جيدا. على الجدار الصخري هناك أولا. أستطيع أن أتسلق. لا أحد هنا في الأعلى، لم يسبق أن ابتعد أحد هكذا. هل سنعود إلى الخندق؟ لا، فلننتظر العاصمة. لا أكي لا. تشبه مدقتها. Thank you.
لارا، أتسمعينني؟ رايس، أين أنت؟ وجدتم سام؟ نبحث عنها. جيد، سأرسل نداء استغاثة من برج لاسلكي قديم في الأعلى. هل من نصائح؟ مرحبا لارا، عليك أن تجدي جهاز التواصل يشبه مجموعة لوحات مفاتيح قديمة. حسنا، سأبلغك عندما أجده. لدينا دخيل، انهزم بها سلاحك. لا داعي لان تفعل ذلك. لدي شعور سيء بما يحصل. أؤكد لك رئيس، المشكلة ميكانيكية لا كهربائية. الآن أليكس. حسناً، من الواضح أن المشكلة كهربائية. أتظن ذلك؟ أوه، مرحباً. أرني، من هذه المحتالة الصغيرة؟ إنها ظريفة، أليس كذلك؟ نعم. إنها أليشا. أليشا؟ ابنتي. أوه. 14 عاماً، وهي أذكى منك أنت. لابد أنها أخذت هذا من أبيها. لا تعيريه أي اهتمام، أصلح ذلك. سوف أعمل على هذا. المشكلة كهربائية، من أبيها، كانت رائعة. إذا كنت على البحيرة أقوم بجولة صيد مسائي. حان موعد تناول الطعام، سأتي على الفور. إذا كنت على البحيرة فرأيت ذلك الشيء آت من صوبي وكان يخرج من تحت الماء، فقضيت عليه على الفور كما تعلمين. أنقذته من المتاعب 9 مرات. لم أنم جيدا مدة أسبوع ولم ألمس قطرة ماء منذ ذلك. أراك عند العشاء. هيا تعال. جيد، هل نبدأ التصوير من فضلك؟ شكرا لك دكتور ويتمن. المشهد 15، اللقطة 3، لنبدأ. حسنا، والآن امسكها بقوة وقطعها من بطنها بهذه الطريقة. أجل، حسنا. يا إلهي، أوقف التصوير. كفى كفى. هل سيعود؟ سأذهب لاستدعائه. أنا الدكتور ويت، أهلي وأثري مشهور ومكتشف. أسماء نادرة، هذه ليست وظيفتي دكتور ويتمن. ليست وظيفتي أبدا، إنها مجرد سمكة. لا أحتمل هذا، ستكون على ما يرام. هذا البرنامج الواقعي اللعين. كان هدفي أن أثقف العالم. سام، أنا لست طباقا. هذه ليست إهانة. إن الجمهور يطلب المحتوى دكتور ويتمان، أنت تعلم ذلك. حتى نعثر على المملكة الضائعة سنتابع التصوير. هيا لنعد التصوير. حسنا، سوف نجعلك تشبه جوردون رامسي بعد حذف المشاهد. دكتور ويتمن، المشهد 15، اللقطة 4، وليبدأ التصوير. حسناً، امسكها بقوة واقطعها من بطنها هكذا. لقد عينتها بدقة وأستطيع أن أرى الرسوم البيانية عندما أغمض عيني، لكن إن لم أكن محقة بشأن موقعي يا مونتاج. أتذكر عندما عثرت عليها هرعت إلي لتريني إياها وأنت ترتدين ملابس النوم على شكل بطريق. كنت في 5 من عمري، فكان ذلك أول اكتشاف لي. تتمتعين بحدس كبير.
عليك أن تثقي به. هذا ما كان يقوله لي والدي. والآن ثمة رجل كان يعتمد على الحدس للأفضل أو للأسوأ. لكان قد افتخر بك كثيرا لارا. إننا نقترب من العاصفة. لا بأس، مهما ينتظرنا سوف نتخطاه. هيا لارا، استجمع قواك، إنهم يعتمدون عليك. هذا القبو حقبة الحرب العالمية الثانية، ربما ياباني. إنها متجمدة.
الباب. اللعنة. أنت بخير؟ بخير. نفسي بالمحلة فحلقة. ما عدد الجو. حوالي 20 وبعض النساء. الأب المتعيز جاء بإحداهن بنفسه. من أجل الطقوس؟ ربما سنعرف الليلة. بحذر بحذر، إنه مليء بالطقوس. نعم. لا أصدق. لماذا يحتاج؟ تعال إلى هنا. الزجاج ضعيفا. لم يغادر أحد. الزجاج ضعيفا. اقتليني الآن. تقرير. أشعل النار فيها. والآن. Come on.
الأبو مثايس سيطلق سراحنا. من أين؟ من هذه الجزيرة؟ أليكس، هل تسمعني؟ نعم. لوحة المفاتيح محطمة. اللعنة. حسناً، ما لم تجد راديو شاك سيكون عليك التواصل يدوياً من خلال لوحة الصيانة. حسناً، يبدو ذلك سهلاً. نعم، لكن عليك أولاً أن تجديها. في تلك الأبراج العالية كانوا يركبون اللوحات في مكان مرتفع، مرتفع جدا. التسلق مجددا، ممتاز.